أصحاب السترة البيضاء يطلون مرة أخرى بإضراب واسع يشل حركة قطاع الصحة في بريطانيا. آلاف الأطباء الشباب باشروا إضرابا يمتد لأربعة أيام للمطالبة برفع الأجور بنسبة مرتفعة تصل إلى 35%. ويعد هذا ثاني إضراب كبير يهز الخدمة الصحية في بريطانيا في غضون أشهر بعد إضراب الممرضين وموظفي القطاع نهاية العام الماضي. هذا وأبدت الحكومة انزعاجها من هذا الإضراب، حيث وصف وزير الصحة ستيف باركلي الإضرابات بأنها مخيبة للأمال للغاية، وقال إن طلب الجمعية الطبية البريطانية غير معقول لأنه سيؤدي إلى حصول بعض الأطباء المبتدئين على زيادة في الأجور تفوق 20,000 جنيه استرليني. وكانت لهذا الإضراب تبعات سلبية على الرعاية الصحية في بريطانيا، حيث أدى إلى تأجيل 350,000 موعد طبي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.